عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ الفيديو ديالي غادي نعود لكم واحد بحال نكتة. هاد الفيديو اللي غادي نحط لكم هي ديال الشارع ديال شابانيل، واحد ليمبل. أنا من اللي جيت هنا لمقاطعة كيبك، يعني المدينة ديال مغيال، كنجي مرة كنتقدى، سورتو كنجي نشري التواب. وصورت المقدمة، صورت كذلك الخاتمة، زعما الديبي ولا فا، فاش مشيت وتقديت إلى آخره. البارح جلسة كنجمع كنرسومبلي باش لا فيديو نسجلها ونبارطاجيها معكم، مي ما لقيتش، لقيت بأن جي سوبريمي هذوك ديك المقدمة اللي كندير والخاتمة. دونك قلت دابا شوي أوبليجي نعاود، يعني بلا ما ندير غير فيديو بلا ما نبان، يعني غير نهضر، نقدر ندير المقدمه هكا باش نهضر مباشره، لان كيعجبني هكا فاش كنهضر معكم بحال اللي الميساج كيوصل حسن فاش كنسجل فوق لا فيديو. المهم هذه كانت غير باش لان تقدروا تلاحظوا بان داكشي ما يعني في التصوير هذاكشي اللي لابسه ماشي هو اللي لابسه دابا، مي غير حيت مشاو لي هذوك لي فيديو اللي درتيهم المقدمه. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شهر رمضان ما بقى له والو، بقات له شي يومين ولا ثلاث ايام، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه. اذا كما ذكرت لكم بولفار شابانيل، هذا واحد الشارع ديال شابانيل معروف، كاين في خلاص في المدينه ديال مونريال في لاغونديسمون ديال سان لوران. هذا لاغونديسمون ديال سان لوران راني واحد المره كنت هضرت لكم عليه، هذا عامر تبارك الله بالجاليه العربيه المسلمه، لان فيه ثلاثه ديال المدارس اسلاميه، ثلاثه ولا جوج جوبونس غير جوج مدارس اسلاميه اللي كنعرف انا، ربما يكونوا وحدين اخرين حتى انا ما كنعرفش كل شيء. كاين تبارك الله المساجد، كاين مسجد الروضه، كاين مسجد ديال ايس كيو ديال الاخوان ديالنا الافغانستانيين، ولكن كيكون عامر بالمسلمين كاملين ديفيرونت ناسيوناليتي. كاين مارشي سونترال، كاين حمام، كاين بولونجوري. المهم سان لوران معروف، واخا هو شويه دابا الكرا فيه غلا، ولكن زعما حي زوين. هاد البولفار شابانيل هذا ميم فاش حنا كنجيو كوم نوفو زاريفون في هذوك لي سيونس دانفورماسيون كيهضروا لنا، كيقولوا لنا لا بغيتو تشريو شي حاجه زعما بثمن شويه مرفق وما تخلصوش لي تاكس، راه كاين هاد بولفار شابانيل كتخلصوا كاش، كتخلصوش بلا كارت كريدي ولا ديبي، بغيتو تخلصوا بها راه غادي تخلصوا تزيدوا لي تاكس. اذا هاد الشارع ديال شابانيل سورتو كاينه العماره 99، كاين واحد كيبيع التواب ما شاء الله. بو انا عارفه بان راه ماشي بحال بلادنا سورتو المغرب، انا زعما اللي عارفه يعني عندك الاختيار تختاري التوابات اللي بغيتي، الرخيص الغالي، ولكن انا كنقول غير مثلا اللي هنا اللي كتعرف تخيط، ولا مثلا باغيه تدي دي كادو تواب كادو، لان كيكونوا شي مره ميزات. انا شحال مره فاش كنت كيجيت كنت كنشري التواب ديال كشمير ديال وعقلت سورتو ديال كشمير لجلبات الوالد والوالده، عقلت كانوا تويبات كذلك ديال الحرير ديال، المهم دي فوا تيكونوا غير بثمن فريمون بسيط، راه دي فوا نقدروا نشريهم حتى ب 5 دولار. كاين ميم واحد الصديقه ديالي مشيت انا وياها خدات طلامط، لان ما كتمشيش للمغرب، دونك خدات الثوب ديال الطلامط ودفعاتهم لواحد الخياطه هنا. المهم غير الواحد ماشي زعما كنقول لكم يعني راه ما كاينش التوا في بلادتنا، ولكن غير بوغ دي باني. دونك هاد الماكازا اللي كنمشي له مره راه جايب توا فريمون زوينين، كنت واحد المره خديت واحد الثوب قلت غادي نعاود نرجع نعاود ناخذ من عنده، لان هكا كما قلت لكم دو طون زون طون كنمشي. كاين ميم هذا مول التوب كاين في ليطاج الاولاني، كاين ليطاج الرابع كذلك كما غادي نتقاسم معكم، كاين بوكو دو ماكازا منين تقدروا تشريو. وهاد بولفار شابانيل سورتو كما قلت لكم ليمابل 99، حتى اللي ما عندوش مثلا طوموبيل راه كاين دو مترو اللي قرابين لو دو ستاسيون ديال المترو، كاين دي كاستيلنو، كاين اونغي بوغاسا، ومن بعد كتجيو في البيس واقيلا 55. المهم راه باش تمشيو له ساهل كو سوا بلوطو ولا بالبوس، لان انا في الاول قبل ما تكون عندي الطوموبيل كنت كنجي حتى انا بالبوس. كاينه ميم واقيله عماره واقيله 100 ولا 110 واقيله، هي فين كاينه الاخت ديالنا المغربيه هبه فاشن اللي كتبيع داكشي ديال الماعن، واقيله 6 ايطاج، ما كتبليش باش زعما ندوز عندها هاد المره، حتى هي ما شاء الله عندها داكشي زوين. وكاين ميم واقيله حداها شي واحد كيصوب لي صالون ماروكان، كاين ميم المهم بولفار شابانيل فيه بزاف، كاين ميم عاوتاني بلو لمو واحد العماره كيبيعوا داكشي فغيمون بالكرو،
يعني الواحد هاد بولفار شاباني الا بغى يكتشفه يعني فيه بزاف ديال لي زيماب اللي فيهم شحال من حاجه، شحال زعما من حاجه الواحد يقدر يستفد منها، وكاين كاع ميم اللي كيبغي يكري محل تما تما. يعني هذاك البولفار بحال اللي تقولوا بولفار اندستريال، يعني فيه بزاف اللي دايرين هاد الشيء ديال التجاره الى اخره. دونك ما نطولش عليكم، ندوز نتقاسم معكم هاد ليموبل 99 اللي كاينه في بولفار شاباني. وعلى بركة الله، هذا هو المغازل اللي هدرت لكم عليه. غادي نبدأ لكم بهاد اللوحات قرآنية اللي فغيمو عجبوني، ولو بخي جيتي سوربريز 50 دولار. سي دي تابلو كورانيك 3 ديمونسيون، هذيك الكتابة ديال الآيات القرآنية ودوك الأحجار خارجين، فغيمو 50 دولار. بالنسبة لكلام الله راه فغيمو رخيص، راه أيو راه هاد الطابلويات واقيلا كيبيعو ب100 دولار ولا. المهم لي بخي جاوني vraiment à la portée de tout le monde. On a les tableaux qui sont rectangulaires ou qui sont des tableaux horizontaux ou la verticaux. Bon, ce tableau, c'est tube stretch. مي هذيك لا كولور طرو اوزي. هادو جو بونس واقيلا 3 دولار هادو اللي على يدي اليمين، وهادو تلامط تلامط فريمون زوينين. كاينه مثلا المراه اللي كتخيط تقدر تاخذ تويبات وتخيطو من راسها، ولا مثلا دي فوا راه كيهبط الثمن حتى ل 8 دولار لو ميت. بحال هذا غزال غزال هاد لو بلو توركوا كلير مع البلون كاسي. هادو هما لي طابلو اللي هدرت لكم عليهم. هاد ميدا عمرو في الحقيقه ما كان كيبيع هاد لي طابلو، عاد ولا كيديرهم لانه هو كيدير حتى لي طابلو لي سالون ماروكان. دونك واقيلا الا جوملي معاهم هاد لي طابلو باش كوم سا يجي لونسومبل بحال هذا. شوفوا هذا غير ب 40 دولار. وهادو توجور هاد الجهه كي دخلت في المغازان ا غوش، هادو التواب ديال الطلامط. كنت ديجا هدرت لكم على مدام السعديه اللي عندها، اللي معروفه بكوتور اكسبير ما شاء الله. هذيك عندها سون سي بروبر تيسو، مي كاين اللي مثلا عجبها شي واحد هنايا تقدر تاخذو وتصل بها هي تخيط له، زعما تخيط لها ولا تخيط له وخلاص. اللي كيعرف يخيط راه غادي يخيط راسو. وتبارك الله، هو الغريب في الامر سي كو ما كنلقاوش زعما غير العرب هنايا، كتلقى حتى مثلا دي زايسيان دي لاتينو، لان كلشي كيعرف يخيط، ماشي كلشي كيعرف يخيط، يعني كلها كيجي يقلب على التوب اللي غادي يبغي بور اون غيزون اكس. هذا اللي كتشوفوا دابا ساتان جو بونس 7 دولار. توت لي فاسون غادي نحاول نخلي لكم لي بري ديال بعض الانواع ديال التوب في ليكران، لان سولت هذيك السيده بحال دابا هكا فاش واقفه، راه كنت كنسولها كنقول لها شحال هذا التوب هذا، غادي نكتبوا لكم في ليكران. هذا ساتان وراه العرض فيه متر ونص. الناس اللي كيفهموا في الخياطه فاش كيكون التوب فيه العرض متر ونص راه كيكون مزيان، زعما كيساعدك انك دير به شحال من حاجه. كاين هاد التوب هذا ديال موزونا، انا غادي نوري لكم بي كاين اللوان فيه بزاف، انا كنت خديت منه. هذا التوب ديال جوهره ما عقلتش حتى هو الثمن، المهم غتشوفوه في ليكرا. فيه لوينات زوينين، لوينات رماديين. المهم فوزافي بوكو دو شوا، انا ما غنقول لكمش زعما، انا غير جو بارطاج معكم. مي كل اي وحده مشات الا زعما وكتقلب على شي نوع ديال التوب تقدر تمشي لتما، تقدر تلقى تقدر ما تلقاش. المهم انا غير جو بارطاج لانفورماسيون، وانتوما غادي تعرفوا شنو بغيتو. كاين دي فوا غير باغ كيوريوزيتي الواحد كيمشي يشوف شنو كاين. هذا هو التوب اللي قلت لكم ديال موزونا، انا كنت خديت منه فريمون طلع لي قفطان زوين. كنت خديت واحد بلي بايت في البلو، داك البلو رويال ارجونتي دوري، وجلي ماري مع التوب ديال المبرا في البلو، بلو رويال اوني. شو هذا غزال، هذا فريمون عجبني هذا.
زوين فريمون نيت. وهذا ديال الموزونه راه 15 دولار، راه مهبطينو سبيسيال داير له 15 دولار. شو هذا حتى هو اورانج عجبني، اورانج و غري فونسي، فريمون جاي زوين. وي جاي زوين هذا حتى هو تركوا. المهم اون توكا وهادو حتى هما يقدر الواحد يديرهم غوب دو سواري غي تري سامبل. دونك ها نتوما معايا، انا غادي نكمل لو تور في لو ماغازان، مي راه هي بوكو 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 دو سورت دو تيسو. كل واحد يعني غادي يقدر يلقى هذاك الشيء اللي بغى. هذا هذه مليفه مليفه رقيقه، انا فات مني خديت من هادو، خديت ميم كاع واقيلا شي ربعه ديال الوان هكا اللي بغات مثلا دير جليبه ولا قفيطين خفيف ولا تاخذو منه. هاد التوب تا هدا زوين، ما عرفوش كيقولوا له كريب ترونسبارون ولا شيفون، والله ما عقلت. هذا تا هو خديت منه، تقدروا مثلا تخيطوه ديروه دي شال كيجي فريمون زوين، ولا هذاك اللي كنديرو تحت الجلال بحال شكل موسلين، ها هو كاين في الكري كاين في الكحل. انا هذا بالتجربه خديته فريمون زوين وما غاليش بزاف. هاد لي ميغوار صورتها لكم لان ذكرت في الاول بان هاد ميدا كيصوب حتى لي سالون ماروكان، من نهار اللي انا مشيت عنده ما كانش عنده دي موديل اللي نقدر نصور لكم. تقدروا نتوما الا بغيتو مشيتو يعني تشوفوا، راه قال لي بان غادي يجيب واحد النوع ديال لي سالون وتقدروا تشوفوا. هذا طابلو ويت هذا فريمون عجبني، كنت في الاول كنقول واش ناخذو واش ما ناخذوش، فريمون زوين فيه ايه قرانيه وتا هو 3 ديمونسيون فريمون زوين. دابا ان شاء الله غادي نمشي للكاتريام ايتاج عند مدام امينه اللي كتبيع لباس تقليدي، وكتبيع كذلك دي جوب دي بونطالون، كتبيع دوك لي بوني لي شال. مشيت نيت جوستومون كنت بغيت من عندها شي حاجه وقلت نيت ارا نصور، سي سور هادشي دابا اللي عندها. شو هاد الكيمونو مع التحتاني ديالو، انا من عاشقه اللون الاسود. عندها المهم شكيلات، المهم ما غاديش نقول لكم هادشي كله زوين لان لي غو كيختلفوا، ولكن راه قالت لي عندها هادشي ومازال غادي تجيب سلعه اخرى، غادي نعاود نرجع عندها من بعد. راه في الكاتريام ايطاج غير كطلعوا تحلوا لي زاسونسور كتلقاوها، وكاين ميم هادو انا هادو تيعجبوني لان في الصيف دي فوا كتكون شوميز محلوله كنديرها. دابا من بعد غادي نمشي لماغازان اخر ديال واحد السيد حتى هو صافي ديزاني ديزاني، ملي كان المحل ديالو في لافال كنت كناخذ من عنده، سميتو تراب تراتونا، المحل ديال تراتونا كنجيب داكشي ديال ها هو الماغازان سميتو تراتونا ولا كادو اوريان. عندو داكشي ديال الديكورات بالنسبه لشهر رمضان، عندو البخور، عندو العبايات، عندو ميم، عندو المهم بوكو بوكو تشوز. حتى هو تقدروا طون كنتوما راكم في داك لي موبل دوزو عندو حتى لي بخي، حتى هو راه دي فوا تيدير دي سبيسيو. هادشي صورته لان كان مع دابا رمضان، ماشي رمضان قريب رمضان، صورته قبل ما ندخل المحل. من المحل راه فيه بوكو دو شوا، حتى هو عنده دي طابلو كوغانيك، وتا هو الا خلصتو كونطون ما كتخلصوش لي تاكس، خلصتو بلا كارت دو كريدي راه كتزيدو لي تاكس. دونك هانتوما معايا نكمل الجولة في هاد المحل ديال كادو اوريون ولا توراتونا.
إذن الجولة ديالي وصلت للفن. ما شاء الله كل شيء زوين، لا ماجوريتي دي زارتيكل زوينين، كتقول غير نشري نشري نشري، مي الحمد لله والشكر لله على هاد المتاجر اللي كيقدروا يفكرونا بريحه البلاد. قبل انا عقلت فاش كنت كيجيت لهنا ما كانش كاع هاد الشيء، مي دابا الحمد لله تيلمو تبارك الله كثير. دونك غادي نختم كما دائما باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.